فبهذا مناسبة عيد ميلاد صاحب السمو الملكي أمير ولي العهد مولاي الحسن، فالجمعية ارتأت أنها تحتفل بهذه المناسبة العظيمة اللي هي مناسبة غالية على نفوس كل المغاربة. فالجمعية مع كل الفروع ديالها اللي عندها في كل المدن في هذه نفس اللحظة هذا الوقت كلها كتحتفل في الساحات، في جميع الساحات الكبرى اللي تتوجد في المدن ديالها. فهذا الحفل عبارة عن لوحات فنية فيها ناس من الفن والمغنيين ديال المدن، فهذا عربونا للإخلاص والولاء لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.